انت قبل قليل قلت والله رجعنا انا والسيد رافع، السيد رافع قد تم تكبيله سياسيا، من الذي كبل رافع؟ وبالتالي سيكون رافع خارج المعادلة بالمرحلة المقبلة؟ أريد التوضيح لهذا اللي حضرتك ذكرته. والله أنا 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 أعتقد دكتور رافع العيساوي لا ثقل في العملية السياسية، لأنه رجل شاطر أنا أعترف لك إياها. يعني قد يكون ماكو ثقل اجتماعي، هو ما يتعاطب هذا الأمر، هو من قبيلة معروفة وعريقة، ولكن على المستوى السياسي لا، دكتور رافع عنده ثقل وعنده عنده علاقات خارجية وعنده داخلية وعنده كان أكو مؤاخذة بالمناسبة. تصدق بالله ونعم بالله، ثق بالله العظيم، ثق بالله، من يتوسطون للسيد رافع العيساوي هم أطراف شيعية وليس سنية، ومن يعرقلون برافع العيساوي هم السنة وليس الشيعة. أنا إيه هاي خبرتني ما دافته، بس إحنا وضح لي إياها على أي مربع، وضح لي إياها. والله ما أعرف أوضح، أنا بالنسبة لي تايهة مو بس لك، إيه هذه وضحت لك إياها. هناك أطراف سياسية شيعية تعاطفت مع دكتور رافع، وأيضا سنية طبعا من خارج العملية السياسية أي أو من خارج المشاركة. أيه. وهناك أطراف سنية هي تريد تظل ضاغطة على ملفات رافع حتى ما يشارك. إذا رافع عيسى ومحفظ الألقاب دكتور رافع شارك، أنا أعتقد هذه مصيبة. لا، والمصيبة الأخرى اللي وراها والآن إحنا نتمنى أنه الطبقة السياسية اللي رجعت السعوفونة طلعته كل هالملفات الموجودة أخذها من علي، والله ودعتك ولا ملف صحيح، دعت تكلم عن الإرهاب وعن المال العام. عن المال العام ما له دخل به، ما أعرف شنو بصراحة يعني حيثياته، ولكن الدكتور طارق الهاشمي رجع، وعندك عمر عبد الستار، وعندك من القيادات اللي موجودة برا، وعندك دكتور ناجح، ومن جميع من هاي الشخصيات، إيش راح يكون موقف الأخوة الآن المتصدرين عنوان الزعامة؟ طبعا ما يرضون. ليش؟ اول شيء ما لهم ارضيه، مشاريعهم كلها عباره عن امور وقتيه بس فقط لجمع المال وتكوين قاعده قويه اقتصاديه والهيمنه على هذه المناطق. ما عندهم مشروع سياسي ولا رؤى، مجرد تخبط وعناوين للزعامه، ما تفتهم هم شو يريدون، احنا ما دخلنا بهم. اللي قبلهم لا، اللي قبلهم طلعوا، منهم احزاب اسلاميه، منهم احزاب يعني أصحاب مشاريع، عندهم مشاريع قوية. الموجودين حاليا ما عندهم، أكو مشاريع خارجية جانبذونها بالداخل خالي نجم. أي. لذلك هنا التنافر صار من خوف الدكتور رافع وغيره، ومن علي الحاتم يقول لك ها شوف هنا الظن، سوء الظن اجى عندهم أنه علي الحاتم يدعو من الإطاريين أو من شو يسموه ذولاك الأخرى، يعني من عدة مسميات. فهذه اللي أربكهم، ولا هم لو عندهم قاعدة وعندهم مشروع وعندهم قبول، انت عليش خايف مني؟ عايش جفلت انا بس فتت من يمك، انت عليش نصت سروالك وشنو مخوفك؟ انا ما عندي ثقل سياسي حتى تخاف مني، انت فعلا ولا اقدر اثر عليك بالموضوع السياسي. شيخ علي انت فعلا تخوف لو جماعة وعفاء؟ والله يا بابا صلاة محمد عليك، والله العظيم ثق بالله، والله هم ضعاف، وهذا وجه واحد يخوف وش عندي ايش ابو طبر؟ لا هم ضعفاء، لانهم دكتور جوي عفوا خالد نجم، خل اقول لك في الموضوع جدا مهم. اي غيابنا من الساحه وغياب القوة السنيه الحقيقيه انتجت الجماعه، والجماعه ضعاف مو قايين سياسه، بزنس فلوس، ولا واحد يطلع بس ما يعرف حتى يسولف سالفتين يشيل منه. اضف الى هذا من اللي عانى الان القوة السنيه السياسيه للاسف اقولها، اللي عندهم قنوات وفضائيات للأسف تدعي الحيادية وحب الوطن، وهم ليل ونهار يعبون الجماعة فلوس بجيوبهم، بجيوب أهل الفضائيات اللي برا، وهذا يطبل ويزمر. هسه ما اكتفينا بالتطبيل والتزمير، ذهبنا إلى أخطر وأبعد من هذا، بل أحد صاحب هذه القنوات يطلع لندن ويجتمع مع فلان ومع الجهة الفلانية ويرتب للسياسي اللي العراقي بالداخل يحتاج إلى هاي. شنو الخربطه اللي نعيشها احنا؟ ايش هالفوضى جاي نعيشها احنا عمي؟ وتريد حال البلد ينصلح يا ابن عمي؟ وعايف ذولي كلهم متجاعل، علي مكلب له بقضيه